نادراً ما تخلو صفحة من صفحات الويب من الروابط. الروابط هي أجزاء من صفحة الويب عند النقر فوقها تنقلك إلى جزء آخر داخل الصفحة أو إلى ملف آخر أو إلى صفحة أخرى، وهي وسيلة أساسية لاستعراض مواقع الويب. للربط مع مكان في نفس الصفحة، قم بالانتقال إلى الموضع الذي تود الانتقال إليه عبر الرابط، فمثلاً هنا. ضع المحدد قبل الكلمة المطلوبة، ثم قم بالضغط على Insert واختر Bookmark. قم بتسمية البوكمارك، ثم قم بالضغط على OK. قم بعدها بالانتقال إلى المكان المراد إنشاء الرابط فيه، فمثلاً هنا. ضع المحدد، ثم قم بالضغط على Insert واختر Hyperlink. بعدها قم باختيار Place in this document. ستظهر لك قائمة بالعلامات التي حددتها على الصفحة مسبقاً. قم باختيار Mark 1، ثم قم بالضغط على OK. سيظهر لك الرابط هنا. لتجربة الرابط، قم بالضغط على Control ثم انقر على الرابط، فيأخذك إلى المكان الذي اخترته مسبقاً. لإنشاء رابط يقودنا إلى صفحة أخرى، قم باتباع الخطوات السابقة حتى تصل إلى Insert Hyperlink، ثم اختر Existing File or Web Page، واختر الصفحة المراد الانتقال لها، ثم قم بالضغط على OK. سيظهر لك الرابط. لتجربته قم بالضغط على Control ثم انقر عليه. تم الآن الانتقال إلى صفحة أخرى.